هنعمل عجوة بالزبدة وسوداني واللبن والزبدة. دي بتعمل ازاي؟ دي بنسيح العجوة بدرجة معينة نخليها سايلة، لما تخش التلاجة تحطها في بطرمان، تطلعي منها تحطي في السندوتشات زي ما بتحطي المربى بالظبط، تمام؟ فاحنا عندنا هنا عجوة من غير بذر طبعا، زبدة، سوداني، لبن. نعملها ازاي بقى؟ أقول لك دلوقتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب العجوة نحطها في طاسة كده سخنة، عجوة مفرومة، عجوة عادية، تجيبي وتطلعي منها انت البذر، ماشي؟ حط كده، حط عليها لبن، ونفضل نسيح في العجوة دي بلبن وزبدة كده. دي حاجة بتبقى زي الايه؟ زي المربى في التلاجة كنوع جديد بالعجوة، حلو جدا، الأولاد هيحبوه قوي. يا سلام بقى ما تعملهم سندوتشات بالقشطة منها، يوه فرقعة فرقعة. ده اللي عايز يعمل دايت دايت يعمل الموضوع ده. عجوة بالزبدة والقشطة ضرب نار. يا بص انا كل شوية بعمل ايه؟ انتوا خدتوا بالكم كل شوية بفضل ازود لبن، كل شوية افضل ازود لبن لغاية ما تديني القوام اللي انا عايزاه. لبن وزبدة، حطيت حتة زبدة كبيرة اهي، سايباها تسيح كده وقلب فيها. عارفين احنا ساعات بنسيح العجوة كده عشان نحشيها مثلا في القراقيش او في الكحك او في اي نوع، هي شبهها بالظبط بس لا اطرى منها كمان، عشان لما ادخلها الثلاجه ما تجمدش جوه الايه؟ جوه البطرمان، لا تبقى حاجه بتتفرد كده. دي بقى عجوه مقصقصه جامد جدا لوحدها، انما لو عندك العجوه اللي بتلاقيها في الشارع دي عند الراجل بيتباع كده ابو قفه ده، فبتبقى ببذرها وبتبقى سليمه. انت بس شيلي منها البذر واعملي نفس الحكايه، هي هتلاقيها بتسيح لوحدها. بس بالراحه كده على نار هاديه شويه وافضلي قلبي فيها وزوديها لبن شويه شويه مع حته الزبده اللي حطيناها الكبيره دي، كفايه على المقدار ده. يلا مش هكتر زبده اهو عشان الدايت بس. كفايه الحته الزيت اللي حطيناها معلقتين كبار دول حلوين قوي. شويه سوداني بقى ممكن تستغني عنهم، لو مش عايز تحط سوداني خلاص مش مهم، بس هو بيزود قيمه غذائيه وبيخلي طعمها برضو ايه، العسل اللي فيها بيطفي شويه انها بتبقى مسكره قوي، فسوداني بيخليها مطفيه شويه. فكده حلوه، بصوا كده حلو الايه دي كده، شفتوا كده كده سويت العجوه خلاص مع اللبن والزبده، وحطيت شويه سوداني، مش حابه تضيف سوداني خلاص، تبرد بقى واحطها في بطرمان زي مربى في التلاجه بالظبط اهي كده. بصوا اهي شوفوا دايبه ازاي، لان هي لسه هتجمد تاني، هي في التلاجه بتجمد، هي كده حلوه قوي. اجي بقى هنا واحط سكر على الكحك، سكر بودره كده، طبعا هحطش على طبق التقديم بس ما احطوش على كله، حطي الحبه تحط طبق التقديم او طبق هتحطيه على جنب كده في ايه الكحك بسكر ده او في علبه، وشويه تسيبيهم من غير سكر. بس كده هادي الكحك اللي باللبن بتاع العروسه. نيجي بقى هنا نجيب بطرمان ونحط ايه زبرد العجوه اللي شبه المربى كده. بسم الله
طبعا بطرمان يكون ناشف كويس جدا، مفيش اي نقطه ميه. ويتقدم على الفطار او سندوتشات. طبعا دي للمدارس حلوه جدا جدا. المدارس قربت بقى، كل سنه طيبين. ونحوش بقى وصفات عشان بقى الاولاد بيزهقوا من سندوتشات الجبنه وسندوتشات الجبنه الرومي وسندوتشات الجبنه البيضة والبيض اللي ساعات بيتعمل برضو. فلا احنا بقى عايزين نعمل حاجات من الجديده الحلوه تديهم طاقه ويكونوا كمان بيحبوها. ماشي. ادي كده بس كده. كده بقى خلصنا وصفاتنا وهقول لك عملنا ايه مع بعض. عملنا مع بعض النهارده الفول، حطيت له جنبه عيش بلدي كمان. طبعا العيش البلدي صحي جدا، فول بالبتنجان بالفلفل ويتاكل بالعيش البلدي ده اكيد يعني، مش بالعيش الفينو. وعملنا مع بعض كمان طبعا هنا الطريقه دي. انا عملت ايه؟ انا قليت بتنجان، بتنجان مقلي عادي جدا، وبعدين فرمته مع ثوم وخل وملح وكمون وفلفل حامي برضو متحمر. هرست كل ده مع بعضه، هرست البتنجان المقلي مع الفلفل الحامي مع ثوم وخل وملح وكمون، قلبتهم كلهم مع بعض. جبت طاسه حطيت فيها سنه صغيره من الثوم، ورحت مدياها الطماطم مقطعه صغير وقلبتهم على النار، وبعدين نزلت عليهم البتنجان اللي انا هرساه، ونزلت بعد كده الفول وقلبته كله مع بعضه، وظبطت الملح والزيت بتاعه بقى بالشكل ده. تمام. عملنا بعد كده عجه، عملنا مع بعض العجه اللي ايه